أهلا ومرحبا بكم في موجز الأخبار الاقتصادية. حقق سعر خام البصرة أرباحا بلغت 2.19 دولار خلال الأسبوع الماضي بعد توقف 30% من إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية من النفط الخام نتيجة إعصار أيدا الذي تسبب في شح الإمدادات. وارتفع خام البصرة في آخر جلسة له قبل إغلاقه الجمعة ليصل إلى 76 دولارا و66 سنتا. وارتفع أيضا خام برنت ليصل إلى 78 دولارا و9 سنتات. وجرت تسوية خام غرب تكساس الوسيط على ارتفاع ليصل إلى 73 دولارا و98 سنتا للبرميل الواحد. اعترفت لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان الحالي أن أغلب الشعارات التي تطلق بشأن دعم المنتج الوطني ما هي إلا شعارات فضفاضة لعدم استنادها على خطط حقيقية وواقعية. وقالت اللجنة إن كل حكومة تمسك بالسلطة في العراق تأتي وتطلق شعارات معينة دون تحقيق أي فائدة للمواطن، مضيفة أن الوضع ما يزال مترديا إلى الآن، مؤكدة أن حكومة لم تحقق أي منجز يذكر. وبيّنت أيضا أن هناك طرفا سياسيا بالبرلمان الحالي كان يقاتل داخل مجلس النواب من أجل رفع سعر صرف الدولار دون دراسة معمقة للموضوع، ما انعكس الأمر سلبا على واقع المواطن بسبب الوضع الكارثي الذي تسبب به ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار. أكدت مديرية زراعة محافظة الأنبار تراجع واقع قطاع الزراعة في المحافظة بشكل خطير، مشيرة إلى توجه الفلاحين نحو مهن أخرى. وحملت مديرية زراعة السياسات الخاطئة لمديريات البلديات مسؤولية التراجع الخطير لقطاع الزراعة في المحافظة، لافتة إلى أن التمدد الأفقي في التوسع العمراني أصبح يشكل خطراً على القطاع الزراعي، إضافة إلى إتلاف المحاصيل الزراعية المحلية بسبب المحاصيل المستوردة لا سيما المهربة عبر المنافذ الحدودية. أكد الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية أن غياب الدعم الحكومي وارتفاع أسعار الأعلاف يهدد الثروة الحيوانية في العراق. وقال رئيس الاتحاد حيدر العصاد إن السلطات الحكومية لا تقدم الدعم اللازم لمربي المواشي والدواجن والمهتمين بالشأن الزراعي، مضيفة أن السلطات عزفت عن توزيع الأعلاف ما أدى إلى تلاعب التجار بالأسواق في العراق. استحدثت الجزائر رسميا صندوقا خاصا باسترجاع الأموال والأملاك المصادرة أو المسترجعة في إطار قضايا مكافحة الفساد في عهد الرئيس السابق الراحل عبد العزيز بوتفليقة، بعد جدل شغل الشارع الجزائري حول مصير العملية التي تشهد تأخرا على الرغم من تواصل محاكمة رجال الأعمال ووزراء بوتفليقة منذ عام 2019. وحسب القرار الذي وقعه رئيس الحكومة الجزائرية أيمن بن عبد الرحمن، فإن الصندوق سيكون تابعاً للخزينة العمومية الجزائرية، ويكون الآمر بالصرف للصندوق الوزير المكلف بالمالية. وكانت وزارة العدل الجزائرية قد كشفت في آيار الماضي عن الحصيلة النهائية لعملية المصادرة النهائية للأموال التي بلغت ما يعادل 850 مليون دولار أمريكي. قللت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد من تأثير الإفلاس المحتمل لشركة إيفرغراند الصينية العملاقة المثقلة بالديون على منطقة اليورو. وأضافت المسؤولة الأوروبية أن البنك المركزي يتابع الوضع عن كثب ويرى حتى الآن تأثيرا متركزا في الصين، إلا أنها توقعت أن التأثير المباشر في أوروبا وفي منطقة اليورو على وجه الخصوص سيكون محدودا. ختام الموجز، إلى اللقاء.